الدوري السنة الجاية شايفه ازاي في ظل التدعيمات والمنافسة، وبنشوف يعني بقينا بنسمع لعيبة بتاخد ملايين ولعيبة بتجي من دولات أوروبية تلعب في الأهلي والزمالك وفي سيراميكا وفي بيراميدز وفي البنك، شايف الدوري السنة الجاية ازاي؟ لا الدوري السنه الجايه هيبقى دوري صعب جدا طبعا، بالذات اللي انت الماتش اللي هيعدي ما فيش دور تاني، فالماتش الدوري السنه الجايه هيبقى صعب جدا. الفرقه اللي مش هتبدا كويس ومش هتبقى مركزه من اول ثانيه هيبقى عندها مشكله، والفرقه اللي هتركز وهتلم بنات كتيره في الدور الاول هتروح لحته كويسه. شايف مين ممكن يبقى في المنافسه او ممكن يعمل شكل في الدوري؟ انت بص، انت ما تقدرش طول ما الاسبوع الاول ما تلعبش ما تقدرش تقول مين هيبقى كويس ومين هيبقى وحش. بس انا اتوقع اللي هو هيبقى من احسن الدوريات اللي حصلت في اخر مثلا فتره كبيره في مصر. شايف ان البنك قادر السنه دي بقى ان هو يخش ويبقى من المربع وينافس الشكل اللي انت شايفه مع البنك في الشهر ده؟ كل حاجه موجوده تؤدي لكده، كل حاجه من ناحيه الجهاز ومن ناحيه الناس اللي بتشتغل والاداره واللعيبه، المجموعه اللعيبه اللي موجوده. يعني انا عايز اقول لك احنا لسه جايين من معسكر اسكندريه، ما تعرفش مين هيلعب، ما شاء الله فرقة محترمة جدا، كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثة وفرقة متكاملة، ولكن التوفيق من عدم، وده حاجة بتاعت ربنا، وفي نفس الوقت لازم تتعب أكتر عشان توصل لحتة كويسة. أتمنى إن شاء الله اللي إحنا يعني إحنا الحمد لله اللعيبة الموجودة عندها العقلية دي، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونساعد بعض اللي إحنا نوصل لحتة كويسة. ما قلقتش من نتائجهم الفترة الأخيرة أو السنتين الأخر إن أنت تنتقل للبنك؟ الناس كلها لما رحت سيراميكا كنت أول لعيب مصر كلها قالوا لي ازاي ومش عارف ايه وفرقه لسه صاعده، والحمد لله رحت وكانت تجربه 4 سنين ناجحه. محمد توقعاتك ايه بقى الاهلي الزمالك بيراميدز المصري من خلال متابعتك ليهم في البطولات الافريقيه؟ واكيد طبعا كلنا بنتمنى ان الاهلي الزمالك المصري بيراميدز انهم يكونوا ابطال سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. اتمنى ان شاء الله اللي احنا يعني نوصل لحته كويسه، الأندية كلها تسهل تبقى في مكان كويس، البطولتين مش هيبقوا بطولتين سهلين، لكن الأربع أندية عندهم مقومات اللي هم يوصلوا لأحسن حتة والأبعد حتة. أتمنى لهم التوفيق كلهم إن شاء الله، ويبقى السوبر السنة الجاية برضه فرقتين مصريين بإذن الله.